بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد صاد والقرآن ذي الذكر والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب أولئك الأحزاب
إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين
وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق فطفق مسحا بالسوق والأعناق
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل
إنما أنا منذر قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب فأنظرني قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين.